السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب، ورحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. وفي أبرز عناوين حلقة اليوم: جولات تفتيشية وقائية على المنشآت الغذائية لتجنب وباء كورونا، تأثير ارتفاع درجات الحرارة ودرجات حرارة الطقس على فيروس كورونا. بسم الله، أصدرت وزارة الصحة العامة إحصائية جديدة لعدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة وعدد الحالات التي تمالت بالشفاء، كما أصدرت بعض الوزارات تعاميم وتوجيهات قانونية تهم الجمهور. رغم الإجراءات الاحترازية الصارمة التي تنهجها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقطر كباقي دول العالم تعرف ارتفاعا يوميا في حالات المصابين بكوفيد-19. فقد أظهرت آخر الإحصاءات حسب موقع وزارة الصحة أنه من بين حوالي 20,000 فحص أجرته الأطقم الصحية تم تسجيل 693 حالة، كما ارتفع عدد الحالات المتعافية إلى 51، أما الوفيات فهناك حالة واحدة. ولمواجهة انتشار هذا الوباء، تقوم مختلف القطاعات الحكومية بحملات توعوية لتعريف المواطنين والمقيمين بمخاطر هذا الفيروس والتخفيف من آثاره والحد من انتشاره. وفي هذا الإطار فرضت وزارة الداخلية حزمة من الإجراءات، من بينها منع التجمعات في الشواطئ والساحات وأمام المطاعم والكافيتريات، منع إقامة صلاة الجماعة في ساحات المساجد وأسطح المنازل أو العمارات أو الساحات. وأكدت الوزارة أن من يخالف هذه الإجراءات سيعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، مع غرامة لا تزيد عن 200,000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي نفس الاتجاه دعا المجلس الأعلى للقضاء إلى التأكد من دقة المعلومة المتداولة وأخذها من مصادرها الرسمية وعدم ترويج الشائعات. وعلى كل من يخالف ذلك يعاقب بالحبس قد تصل إلى 5 سنوات، مع غرامة لا تزيد عن 100,000 ريال قطري أو معاقبته بإحدى هاتين العقوبتين وفقاً لنصوص القانون. نعم مشاهدينا الكرام، أجرى قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة في بلدية الدوحة خلال ممارسة الجاري أكثر من 2200 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في مختلف المناطق، وذلك في إطار الإجراءات الصحية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا. جهود مشهودة تبذلها دولة قطر للحد من وباء الكورونا المستجد الذي داهم العالم، وجهود أخرى تبذلها القطاعات الخدمية والتنظيمية المحلية الأخرى، حيث نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال مارس الجاري 2224 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية في مختلف المناطق، تم خلالها تحرير 132 محضر مخالفة للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة تنظيم الأغذية الآدمية وتعديلاته، وتنفيذ الإغلاق الإداري ل 47 مؤسسة غذائية مخالفة. وشملت المخالفات تحضير المواد الغذائية في ظروف غير صحية، وممارسة نشاط مخالف للموجود في الرخص التجارية، تشغيل عمال ليس لديهم شهادة صحية أو منتهية الصلاحية. وتم خلال الجولات التفتيشية المكثفة التأكد من قيام كافة المؤسسات الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية ومنع عمل أي عامل لديه أي أعراض مرضية، كما قام مفتشو القسم بالتعاون مع المختصين بوزارة الصحة العامة توزيع بوسترات وبروشرات توعوية حول سبل الوقاية من فيروس كورونا وإرشادات وزارة الصحة للعاملين بالمؤسسات الغذائية. We'll be right back.
نعم مشاهدي الكرام، الآن معنا أحد الموجودين في الحجر الصحي عبر الإسكاب المواطن اللي موجود داخل طبعا مقر الحجر الصحي. مرحبا بكم أسأل أخوي حمد الدرويش. أخوي حمد، في البداية طبعا إذا تسمعني نتمنى لك كل السلامة يا رب العالمين وخارج من الشر بإذن الله تعالى. حمد تسمعني؟ يا مرحبا أخوي أحمد، أسمعك بوضوح. يا جماعة إذا تسمعوا لي صوت حمد بس علوا لي الصوت لأني ما أسمع صوت عادل. حمد جعل ما تشوف شر إن شاء الله، وبالبداية نبي بس نسألك وندردش معاك شوي، نتطمن على صحتك وأيضا صحة أخوان اللي موجودين في الحجر، ننقل الصورة إلى الجمهور. بالبداية نبي نسألك، هل سبب وجودك في الحجر الصحي رجوعك من أحد الدول أو رجوعك من السفر من أحد الدول اللي مصابة بهذا الفيروس؟ الشر ما يجيك أخوي، والحمد أول شيء الجماعة كلهم وسهالة الموجودين عندنا هنا في الفندق اللي أنا متواجد فيه، وإحنا رجعنا من ما كانت من ضمن الدول، إحنا رجعنا في أول طيارة، وطبعا في كلام من يوم الأربعاء بيبتدي الحجر الصحي على اللي بيرجع من أي مكان، لكن اللي شفنا أول طيارة العلم عند الله أنه ممكن يكون في حالات ولا كذا، فسووا شغلة رازية حدنا وسلامات قليل جابونا للحجر الصحي. حمد طبعا في مشكله في الصوت يقطع، ولكن بنطلع معكم مشاهدينا الكرام فاصل قصير نرجع بنحاول نرجع نتصل ان شاء الله على حمد نطمن على صحته وننقل لكم الصوره. مشاهدينا الكرام فاصل راجع لكم، خلكم معنا. حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام، ونرجع طبعا لاخوي حمد. حمد تسمعني؟ حمد اسمعك بوضوح. يا مرحبا بك يا حمد، مساك الله بالخير مره ثانيه. يا حمد من شوي ما قدرنا نسمعك عدل، لكن الان الحمد لله صوت ممتاز. بالبدايه حمد نتمنى لك باذن الله تعالى السلامه التامه، انت وجميع المتواجدين في الحجر، وان شاء الله باذن الله تعالى انكم كلكم طيبين وبخير، ولكن مثل ما انت عارف والجميع ان هذه اجراءات لسلامتكم وسلامه اهلكم. بالبدايه حمد نبي نعرف، انت هل جاي من دولة كانت ناقلة او كان فيها هذا الفيروس منتشر علشان كذا حطوك في الحجر ولا ايش؟ الله يسلمك اولا ومسيك بالنور والسرور، وحبيت اطمنك ان الامور كلها طيبة ان شاء الله، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وكنا جايين طبعا من الاردن انا ومعي شباب تقريبا 7 إلى 8، ونحطنا في الحجر. احنا اول طيارة رجعنا وصار عليها الحجر، ورغم ان الحجر كان بيبدأ من يوم الاربعاء، لكن قدر الله وما شاء فعل، يعني ياتهم قرارات، الظاهر ممكن يكون في اشتبهوا في حالات في الطيارة اللي قبلنا ولا شيء من هالقبيل يعني، واضطروا انهم يحطونا في الحجر. وطبعا اهالي سلامتنا وسلامة اهالينا اول شيء، والحمد لله يعني الامور طيبه ومو مقصرين معانا وكل شيء تمام عندنا. اللهم لك الحمد، مثل ما ذكرت صحيح هذا الامر لسلامتكم وسلامه اهاليكم في المقام الاول وسلامه المجتمع بشكل عام. حمد، هل تاكد لا سمح الله اختلاطك باحد المصابين بهذا الفيروس سواء كانت في الديره اللي انت كنت فيها او غيره؟ والله يا اخوي احمد للحين عن طريق الفحوصات الحمد لله، الفحوصات المبدئيه كل شيء تمام. من ناحية الفحوصات الأخيرة يعني اللي احنا نعرف انها الأخيرة، والفحوصات اللي ركزوا عليها كانت قبل يومين ما طلعت نتائجها. من ناحية اختلاطنا في الناس لا الحمد لله، يعني ما اختلطنا في حد مصاب، وعندنا احنا في الفندق نفسه ما سمعنا عن اي اصابات ولله الحمد. اللهم لك ان شاء الله ان امورنا طيبه كلنا الحمد لله يا رب باذن الله انها طيبه. طيب نبي نسالك بالبدايه، طبعا انت جيت مع اول يوم قرار اللي هو
تنبيه على جميع المواطنين العودة إلى الدولة من جميع المواطنين المسافرين في الخارج، فكان في هناك ضغط وزحمة، احنا عارفين يعني مقدرين الجهود وأيضا مقدرين صبركم أنتم كمواطنين وكمقيمين اللي كانوا موجودين على في ذاك اليوم اللي هو يوم أتوقع يوم الثلاثاء اللي كان فيه الزحمة ورجعت جميع المسافرين من الخارج. لكن نبي نتكلم شوي عن الإجراءات الصحية والوقاية، كيف كانت معكم أول ما وصلتوا واستقبالكم؟ والله أخوي أحمد احنا نتكلم عن يوم الثلاثاء. يوم الثلاثاء كانت الزحمة بشكل لا يوصف. نعم. وإحنا مقدرين بعد الجهود اللي قاموا فيها سواء وزارة الصحة سواء الشباب في المطار الجمارك ما قصروا. كان في لخبطة بسيطة في الأمور هذه، ما كانت الأمور 100%، لكن بالنسبة لضيق الوقت وكذا يعني إحنا نقدر ونعذرهم، يعني جاء قرار مفاجئ وما كان عندهم وقت انهم يقدرون يستعدون بهالسرعة. ممكن شوي كانت فيه لخبطة، لكن من ثاني يوم تقريبا على طول اللي هو يوم الأربعاء بدأنا نشوف الناس اللي جايتنا، الكل يتكلم ويقول لا الأمور كانت سهلات والأمور تعدلت، كان عندنا احنا بس اللهم تأخير بسيط، لكن الحمد لله عديناها على خير. ومن الأيام اللي بعدها ما شاء الله لا كل شيء تعدل، نسأل الناس اللي جاية صوبنا يا شباب شلون الأمور عندكم، قالوا لا والله بسرعة دخلنا وأمورنا كانت طيبة ومشوا العوائل في البداية والحريم وكبار السن يعني مشوا بالأولويات وهاي الأفضل يعني. الله يقويهم أمانة يا حمد. احنا نتكلم يعني كشعب قطري بشكل عام، يمكن انت عارف ان القرار جو الناس في الطياره، يعني انت يمكننا بعض الشباب كانوا مسافرين يمكن نفس الطياره اللي كنت موجود فيها من الاردن وهم في الطياره راكبين الطياره ما يدرون ان في حجر، ففجاه طلع القرار انتم في الطياره، ف وذلك اكيد لدواعي امنيه ولسلامتكم، ولكن بيض الله وجههم صراحه على السرعه. ولا وفعلا يمكن مثل ما ذكرت نعم كان في هناك بعض التاخير للمفاجاه، يعني كان عندهم ساعه وساعتين يحضرون فيها، ولكن الحمد لله يا رب بالاخير اهم شيء ان هذا الفيروس ما ينتشر، والحمد لله يا رب ان الاجراءات كانت لصالح الجميع. ونبي نتكلم شوي عن تجربتك داخل الحجر، داخل الحجر كيف تشوف التجربه؟ كيف تشوف الاجواء؟ هل كل شيء موفر؟ هل النفسيه مرتاحه؟ هل هناك لا سمح الله ضغوطات او كذا من ناحيه الفحوصات او غيره؟ والله اول شيء الحمد لله رب العالمين، وحبيت اذكر لك ان انا من ضمن الناس اللي كانوا طايرين وما يدرون انه في حجر. نعم صحيح. وتفاجئنا يوم وصلنا بالحجر الصحي. القرار جاء وانتم في الطياره في الهواء. الخبر نعم صحيح، جاهم الخبر واحنا في الجو انه بيصير الحجر الصحي على الطياره الفلانيه، لكن الحمد لله والامور طيبه، وحاليا في الفندق والله الامور طيبه بعد وكل شيء تمام وكل شيء متوفر، لكن عندنا بعض الملاحظات البسيطة جدا يعني مثل الفندق اللي احنا فيه ما في درائج تتبطل وممنوع علينا الخروج نهائيا، يعني لا من صوب اللوبي ولا من فوق، فنحتاج الواحد يحتاج مرات يشم هواء مثل ما يقولون. يعني اتوقع انه حتى صحيا الواحد يحتاج انه يشم هواء طبيعي شوي ولو 10 دقائق في اليوم، هاي من ضمن الاشياء السلبية عندنا. وأما باقي الأمور لا بالعكس والله كل شيء متوفر من ناحية الأكل من ناحية كافة الخدمات، يمكن خدمات الغسيل بعد غسيل الملابس شوي عندنا فيها بعد مشكلة ضغط صاير لأنه يودون الملابس مستشفى حمد ويغسلونها ويرجعونها فتأخذ كمية محدودة بس من الملابس بس، فيصير ضغط علينا احنا، لكن الحمد لله تعدي والامور طيبه باذن الله. حمد امانه انا بتكلم معاك اعتبرني كواحد من ربعك ولا اخوك. الاشياء اللي تشوفها هذه قسما بالله سرعه انتشار هذا الفيروس وخطورته، يمكن احنا شباب فيمكن لحد الحين احنا مو مستوعبين مدى خطوره هذا الموضوع. لو نتفرج على البلاد اللي برا اللي الفيروس تمكن منهم لدرجه انه يعني شفنا بعض الخطابات لبعض الرؤساء اللي يقول لك خلاص يعني سلم امر لله، فلو لو لو نعي شوي سرعه انتشاره كان يمكن الواحد يسكر على نفسه في غرفه، يمكن حتى الليل تطفيه من كثر ما هو يتروع، لان فعلا شفنا يعني شيء يهول لو نتفرج شوي على العالم الخارجي يعني ايش اللي حاصل معاهم. لكن صدقني يا حمد هذه كلها فتره وتعدي، وان شاء الله يا رب
فترة بسيطة، وانت الآن خلاص إن شاء الله على آخر الأيام إن شاء الله أموركم طيبة، انتم قضيت تقريبا فترة الحجر، باقي بس نتائج الفحوصات، عقب إن شاء الله تطلع على أهلك سالم غانم وتشم الهواء اللي تبي على قولتهم وتستانس وتعيم الله خير إن شاء الله. احنا أكيد مقدرين المسألة انك قاعد تقريبا 14 إلى 15 يوم في مكان مسكر وضيقة والحالك وشيء ما تعودنا عليه، ولكن على قولتنا كلنا يد واحدة على أساس بالأخير ما نطلع أو نسبب هذا أي أحد ثاني. يعني بالواحد شلون بيرتاح لو هو كان السبب في انتقال المرض لحد غريب، فما بالك إذا حد من أهلك كل شيء لا سامح الله، الله لا يقوله. فلذلك احنا مقدرين الشعور اللي تمر فيه، وايضا احنا مقدرين الجهود اللي مبذوله لحل هذه الازمه اللي باذن الله تعالى بتعدي، وما نقول ان شاء الله الله يكافينا الشر والله يحماكم ويحفظكم يا رب العالمين، وباذن الله تعالى هذا الوباء يفارقنا كلنا يا اهل قطر وهل الدول كلها اللي منكوبه بهذا الولاء، ولكن فتره وتعدي يا حمد، فتره وتعدي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ما قصرتوا ويعطيكم العافية، وبالعكس مثل ما قلت صحيح احنا نشوف مثل إيطاليا ومثل الدول هذه الحين إسبانيا عدد الوفيات عندهم في اليوم يوصل إلى 800 و700 و1000، الواحد يبقى يخاف. صحيح كلامك، الواحد لازم يقدر الأمور هذه ويعني يكون مثل ما تقول واعي للأمور هذه، يعني لازم ياخذ الحيطة والحذر من هالأشياء هذه، يعني يكون عندنا وعي حق اللي قاعد يصير حاليا، وإن شاء الله احنا مقدرين وما عندنا حتى أي مشكلة لو نقعد أسبوع أسبوعين زيادة بعد ما عندنا مشكلة، دامنا هاي لصالحنا ولصالح أهالينا ولصالح الناس اللي برا. بالعكس احنا نقول الحمد لله على كل حال الحمد لله اللي الله كاتبه إن شاء الله بيصير، لكن احنا نقوم بالأشياء الوقائية وإن شاء الله رب كريم بإذن الله، وما علينا شر بإذن الله، لا احنا ولا انت ولا جميع أمة محمد أجمعين. اللهم آمين. ما تشوف إن شاء الله يا حمد، وسلام لك والجميع المتواجدين معاك وأيضا في جميع الناس الموجودة في الحجر الصحي، نتمنى لهم السلامة جميع ويعطيك العافية، وما تشوف شر إن شاء الله، ونفرح بشوفتك إن شاء الله سالم غانم وطالع من الحجر يا رب العالمين. الله يعطيك العافية، يسلمك ويرحم والدي ويحمد. مشاهدينا الكرام، نبقى في موضوع الكورونا، فهل هناك تأثير لارتفاع درجة حرارة الطقس في القضاء على هذا الفيروس؟ دراسات علمية توضح هذه النقطة، نتابعها مع بعض. كثيرة هي الأسئلة التي تتعلق بكورونا، من أبرزها الحديث عن تأثير إيجابي لارتفاع درجات حرارة الطقس في المساهمة على القضاء على الفيروس. حول هذا الموضوع نشرت صحيفة نيويورك تايمز دراسة تحليلية لفريق من العلماء، مفادها أن المجتمعات التي تعيش في أماكن أكثر دفئاً تتمتع بميزة نسبية في إبطاء انتقال عدوى فيروس كورونا بالمقارنة بالبيئات الأقل حرارة. وأظهرت الدراسة أن معظم حالات انتقال فيروس كورونا حدثت في مناطق ذات درجات حرارة منخفضة تتراوح بين 3 و17 درجة مئوية، وعلى الرغم من أن بعض المناطق ذات المناخات الاستوائية وتلك التي تقع في نصف الكرة الجنوبية التي تتمتع بأجواء صيفية أبلغت عن إصابات بفيروس كورونا، إلا أن تلك المناطق ذات درجات الحرارة المتوسطة أي فوق 18 درجة مئوية سجلت حتى الآن إصابات أقل بنحو 6% من الحالات في شتى دول العالم. وبحسب علماء الأوبئة فإن سلوك فيروس كورونا يشبه السلوك المنطقي للفيروسات الأخرى، وقد يتبع بشكل عام نمط الانتشار خلال شهري نوفمبر وحتى شهر أبريل، مما يعني أن الأنواع الأربعة لفيروس كورونا التي تسبب نزلات البرد تتلاشى في الطقس الدافئ. نعم مشاهدي الكرام، بإذن الله تعالى الله يبعد عنا هذا الوباء، ومثل ما سمعتوا في التقرير إن شاء الله يا رب أن دخول الصيف، وإحنا إن شاء الله على هالأسبوع أو الأسبوع الجاي إن شاء الله بتشوفون موجة الحر بتجي علينا، فإن شاء الله يا رب أن هذا الشيء يساعد على إزالة هذا الفيروس يا رب العالمين، وإن شاء الله ما حد
فينا يواجه أي مكروه يا رب. مشاهدينا الكرام، مع انتشار فيروس كورونا وواصلت الكثيرون فرض عزل ذاتي تجنب الانتقال للعدوى، يلجأ الكثيرون إلى ممارسة التمارين الرياضية في المنزل للحفاظ على لياقتهم لتقوية جهاز المناعة وتجنب اكتساب الوزن الزائد، وذلك في ظل إغلاق الصالات الرياضية وأيضا المرافق والحدائق العامة. المزيد حول أبرز النصائح والإرشادات لممارسة الرياضة داخل المنزل، يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الكابتن خالد العامري، مدرب لياقة بدنية. حياك الله يا خالد. الله يحييك أخوي ومساك الله بالخير أخوي أحمد وعلى مشاهدين الكرام، الله يحفظك. يا مرحبا بكم وسهلا. بالبداية نبي ناخذ أجواء الحجر المنزلي والالتزام في المنزل، كيف الأجواء معاك وشلون ممارستك للرياضة في المنزل؟ طبعا ممارسة الرياضة هي في السابق ما تقتصر على جيم ولا على المنزل ولا فقط في الحدائق المفتوحة، اللي يحب يمارس الرياضة بيمارسها في أي مكان، بس يثقف نفسه ثقافة بسيطة ومشاهدة بعض الفيديوهات يلاحظ أن ممارسة الرياضة جدا طبيعية حتى في المنزل. فالحمد لله أن احنا ملتزمين فيها في البيت ونتمرن بشكل يومي ونحاول قد ما نقدر، احنا مو بس نحافظ على لياقتنا البدنية ولكن بعد نطورها إن شاء الله في الفترة الحالية. نعم طبعا مثل ما ذكرت ضرورة الالتزام في الرياضة، وأيضا الرياضة مثل ما تعرف الجميع أنها تقوي المناعة لدى الإنسان، فلذلك يجب علينا ممارسة الرياضة، وحتى إن كان في المنزل الحمد لله يا رب منازلنا تسع أن الواحد يسوي فيها الرياضة، وإن كان حتى طرق معينة من الرياضة. أنا نتكلم شوي عن هذه الطرق، في البعض مثل ما تعرف من أخواننا المقيمين أو غيره في الشقة مثلا، أو ما عنده حوش كبير في البيت أو غيره، أو بيته مثلا ما في حوش أو مكان كبير أنه يمارس الرياضة، إيش هي أهم الممارسات أو أهم التمارين اللي ممكن الإنسان يمارسها داخل المنزل؟ طبعا ممارسة الرياضة في المنزل أخوي أحمد الله يحفظك بنقير أي أداة رياضية تقدر تمارس جميع التمارين الرياضية، من نعم. تمارين مقاومة نفس تمارين الحديد أو التمارين الهوائية لنفس المشي والجري. طبعا تمارين المقاومة اللي هي نفس الحديد لو بتلاحظ الفيديوهات كثيرة عليها في المواقع، نقدر ندورها في يوتيوب، نقدر نحصلها في الانستغرام، بنحصل فيديوهات كثيرة نعم. وتشرح لنا بعد أي عضلة احنا قاعدين نستهدفها نعم. أما التمارين الهوائية يمكن اللي عنده جهاز الجري أو جهاز السيكل يقدر يطبق تمارين هوائية عليها، واللي ما عنده هذه الأجهزة نهائيا يقدر يتمرن نفس تمارين نط الحبل ومن غير استخدام الحبل، فقط القدم صحيح. أو الجري في مكانه، يجري في مكانه نفس تمارين هينين، تمارين بسيطة لمدة 10 دقائق 15 دقائق تعطينا نفس فائدة التمارين الهوائية. وبالإضافة عليها في بعض المحلات من تجيب لك الأدوات لين عندك موجودة عندنا في قطر الحمد لله، أن هالأدوات مثال عليها نفس حبل التيار إكس تقدر تمرن عليه جميع عضلات الجسم، عندك رقم 2 الحبل المطاطي تقدر تدرب عليه جميع عضلات الجسم، لو عندك حبة واحدة أو حبتين من الدنابل تقدر بعد تدرب فيها جميع التمارين وجميع عضلات الجسم. نعم. فنقدر احنا نستخدم الأدوات هذه البسيطة ونقدر من غيرها بعد ان احنا نتمرن في البيت ونستمر على التمارين الرياضية. ممتاز احسنت. يمكن البعض يقول لك لا انا ما عندي مكان، فذكرت نقطة مهمة لو هي اتوقع القريبة من تمارين الكروسفيت اللي هي الجري في مكانك بدون لا تتحرك، وايضا اللي عنده ممر في البيت ممكن نمارس فيه مثلا جري او مشي، فالمسافة لا تتصور ان المكان يكون كبير. في بعض الفيديوهات اللي ذكرتها موجودة في اليوتيوب للتعليم، وايضا ممكن الواحد اذا كان مسجل في جيم الاستعانة في مدرب انه يرسل له مقاطع على الواتساب او حتى في اليوتيوب، يعني ما تحتاج في هناك حتى تمارين لايف عن طريق الانستغرام وغيره، بعض المدربين الله يجزاهم خير موفرين هذا الشيء، فما لك عذر اللي بيتمرن بيتمرن ان شاء الله بيته. لكن نتكلم شوي عن بعض الادوات اللي ذكرتها اللي ممكن الشخص يوصلها. في بعض الادوات مشاهدين الكرام مش غاليه، يعني نتكلم عن قيمه بسيطه، لو هي الحبال اللي ذكرتها اللي ممكن حتى انها تتعلق في الباب او غيره ممكن تمارس فيها بعض الحركات اذا ما كان عندك الدنابل اللي هي ممكن ان انت تمرن فيها. الناس اللي مهتمه طبعا في تقويه العضلات والحديد، صحيح يا كابتن؟ اي صحيح. نفس الحبل المطاطي الواحد بقى انه يشتريه له درجات، يعني في درجه عباره عن وزن 2 كيلو 3 كيلو، في درجه عباره عن 5 كيلو 6 كيلو، فالحبل المطاطي يجيك بدرجات، ولكن لازم انا اشتري الجوده العاليه مش الجوده البسيطه، واعرف شلون انا حتى اعتني فيه وشلون اتمرن فيه عشان ما ينقطع علي الحبل. اها ممتاز. اما حبل تي ار اكس هو مش حبل مطاطي، يعني ما في مرونه الحبل، ولكن حبل التي ار اكس يعتمد على وزن الجسم،
يعني أقدر أدرب فيه جميع عضلات الجسم. يعني حبل التيركس معروف يمكن البعض لاحظه في الصالات الرياضية، الحبل لونه أصفر. نقدر إحنا ندرب فيه جميع عضلات الجسم باستخدام وزن الجسم. ممتاز. وعندنا أداة من أدوات الأوزان اللي موجودة في رياضات الكروسفيت اللي هي TRX، أو أخذ لي بار أو أخذ لي دنابل، بعد بلاحظ أن في لها فيديوهات تمرن جميع عضلات الجسم عبارة عن تمارين حرة من غير استخدام الأجهزة. وفي الدراسات الأخيرة تقول لك التمارين الحرة أفضل من الأجهزة اللي في الجيم، لأن الأجهزة اللي في الجيم عبارة عن فصل، يعني تدرب عضلة واحدة الباي أو الصدر، أما التمارين الحرة تشغل مجموعة من العضلات اللي تخليها تشتغل في وقت واحد وتسوي كفاءة بين الجهاز العصبي والعضلات. ويمكن البعض لازم بعد ينتبه على نقطة معينة، أن احنا إذا نتمرن في البيت ما نتمرن بجهد عالي عالي في هالفترة، لأن الأغلب يقول لك والله التمارين العالية العالية بعدها مباشرة تضعف شوي المناعة، ولكن اللي ما يتمرن نهائيا مناعته أوريدي راح تضعف بعد. فاحنا نتمرن تمارين معتدلة بشدة معتدلة 50-80%، ونحافظ على الكتلة العضلية ونحافظ على الجهاز الدوري. الجهاز الدوري إذا ما تمرنا ينزل مستوى، وإذا نزل مستوى الجهاز الدوري أضعفت المناعة اللي هو القلب والشرايين والأوردة. أحسنت كابتن خالد. نتكلم أيضا من نقطة مهمة جدا، الفترة هذه خاصة اللي كانوا ملتزمين في جدول الغذاء وغيره، هي مش فترة راحة أو فترة مثلا افتح أكل في الفترة هذه. أيضا تنظيم الأكل خطوة جدا 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 مهمة، وخاصة مع كثرة القعدة في المنزل الفترة هذه. نتكلم شوي عن جدول الأكل وأهميته. طبعا الوجبات الغذائية حمقولة قاموا يقولونها دوم المدربين هالأيام، يقولون أن إن شاء الله بإذن الله أن هالوباء فترة ويعدي ويروح. نعم. أما الدهون اللي عندك وفي بطنك راح تتم عندك. صحيح. فإحنا نحاول قد ما نقدر في هالفترة أن إحنا نحافظ على الوجبات الغذائية. صحيح في يوم مفتوح وفي وجبة مفتوحة، ولكن لازم إحنا نركز على نفس النظام الغذائي اللي إحنا كنا نمشي عليه في السابق، والإرشادات نركز عليها. مثلا الأشياء المقلية نحاول قد ما نقدر نبتعد عنها. صحيح. السكر نقلل منه، نزيد البروتين. فإحنا لو عرفنا شنو هي العناصر الغذائية اللي تحتوي على البروتين رقم واحد، شنو هي العناصر الغذائية اللي تحتوي على الكربوهيدرات رقم اثنين، شنو هي العناصر الغذائية اللي تحتوي على الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، وعلى أساسه نسوي الطبق الصحي. لو أي حد يبحث ويكتب مثلا في جوجل الطبق الصحي راح يلاحظ أن توزيع البروتين كم، توزيع الكارب كم، وتوزيع الفواكه والخضروات كم. وأغلب الصور توضح لك، حتى بالصور تعرف أنت الكربوهيدرات شنو هي، عبارة عن شنو، عبارة عن عيش وباستا والبطاطس وغيرها. نعم. والبروتين دياي ولحم. فتوزيع الأكل ضروري جدا في الطبق، أن أنا أعرف كم أخذ البروتين والمعادن والفيتامينات، لأن الغذاء له دور بعد في تطوير المناعة. ولكن احنا بعد ننتبه انه مش في يوم وليله راح الواحد يطور مناعته، اقول اني بركز على البصل والثوم هالايام. صحيح. فالشيء بلا فتره، يعني احنا بشكل تراكمي كل ما اكلت انا وركزت اكلي في فتره اطول واكثر، كل ما كانت مناعتي افضل، لان الاكل له الدور الرئيسي في تطور اي شخص من نزول دهون او ارتفاع عضلات. اما اللي يتمرن وياكل اي شيء بيرتفع الدهون وعضلات، فما راح تكون طريقه، ما راح يستفيد. نعم. احسنت. اي نعم. فالاكل شيء جدا جدا ضروري، وهذه فرصه جدا قيمه هذه الفتره، وان الشخص يطبخ بنفسه ويرتب اكله بنفسه. واتوقع الاغلب راح يتعلم شلون يرتب اكله ويطبخ اكله بنفسه، ويعرف شنو المعادن وشنو الفيتامينات وشنو البروتينات وشنو الكارب هالفتره. أحسنت. بيض الله وجهك أخوي خالد العامري، مدرب لياقة بدنية. نشكرك على هذه المعلومات، وأحسنت بإضافة النقطة الأخيرة اللي هي الفترة هذه استغل فيها تعلم شيء جديد، تعلم كيف تنظم أكلك، تعلم أن تكون عندك عزيمة أكثر. نيوتن يوم كان مرض الطاعون الله يكفينا الشر انتشر عنده في بلاده، فكان عازل نفسه فترة العزل، يوم طلع كان مكتشف له تقريبا 3 أو 4 أشياء خدمة البشرية إلى يومنا هذا. ولذلك حاول تعزل نفسك في المنزل، وحاول تكتشف لك أي شيء ينفع ويخدم نفسك. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير راجعين لكم، خلكم معنا.
حياكم الله مجددا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل. في خضم أزمة فيروس كورونا كوفيد 19 العالمية، تقدم وزارة الصحة العامة وبرنامج قطر الذكية تسمو بالتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية حلولا رقمية مبتكرة للرعاية الصحية حول هذا الموضوع. يسرنا أن يكون معنا الدكتور خالد الرميحي استشاري جراحة الكلى والمشرف على خدمة الاستشارات العاجلة بمؤسسة حمد الطبية. مرحبا بكم مساء دكتور. يا هلا ومرحبا، حياك الله يا دكتور. دكتور، بداية بنتكلم عن أهمية تقديم الخدمات الصحية عن بعد كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. طبعا الخدمات هذه اللي قدمتها وزارة الصحة هي خدمات وليدة اللحظة. نعم. أو وليدة الحاجة. الهدف منها هو تجنيب المريض حضوره لمستشفى أو المركز الصحي قدر المستطاع إلا للضرورة الملحة. لذلك جاءت هذه الخدمات، يعني أكثر من خدمة، على أساس تجيب هالمعنى هذا. ممتاز، أحسنت يا دكتور. عز الله، هذا شيء اندلدل على حرصكم على المواطن بحد ذاته أو المريض أو المراجع. دكتور، لو تكلمنا أيضا عن الخدمات الصحية اللي تم تقديمها عن بعد. والله هي عدة خدمات، في خدمة الخاصة بمرض كورونا، وهذه موجودة صار لها فترة من يعني كذا أسبوع. نعم. وهذه موجودة في رقم 16000. تم إضافة عدة خدمات لها على نفس الرقم من بداية الأسبوع، مثل خدمة الاستشارات العاجلة في مؤسسة حمد الطبية. ممتاز. ونفس الخدمة خدمة الاستشارات العاجلة في الرعاية الصحية الأولية، وخدمة طلب الأدوية وتوصيلها للمنزل حاليا بالنسبة للمواطنين، وإن شاء الله بنضيف المقيمين في القريب العاجل. نعم، طبعا الرقم هو 1630 اللي حاب انه يستفسر عن اي شيء. بالضبط، في الاختيار 1 خاص بكورونا، اختيار 2 خاص بالمراكز الصحية، اختيار 3 بمؤسسة حمد الاستشارات العاجلة، واختيار 4 بالنسبة للأدوية في مؤسسة حمد توصيلها عن طريق البريد. ممتاز، حتى خدمة التوصيل موجودة عن طريق الهاتف وطلب الأدوية. نعم، بدأت من يوم الأحد. نعم، الله يبيض وجهكم. دكتور، حدثنا أيضا عن الخدمات الصحية اللي تم، غير الخدمات اللي ذكرناها اللي يتم تقديمها عن بعد، ذكرت لنا أيضا خدمة الكورونا، خدمة الاستفسار بشكل عام، وأيضا خدمة الأدوية اللي مختص في أي مرض كان مراجع لديكم يتم توصيل الدواء. هذه بدأت من يوم الأحد اللي طاف، صحيح؟ بدأت من يوم الأحد، الله يسلمك، بالنسبة للمواطنين، وإن شاء الله في القريب العاجل بعد ما يتم الاتفاق مع البريد إن شاء الله راح توصل للجميع بإذن الله. نعم. على أساس تحديد الرسوم. طيب، نعم. طيب، خلينا نتكلم شوي عن الخدمة اللي ذكرتها أنت، لو هي خدمة الاستشارات العامة عن بعد. خدمة الاستشارات هذه عطنا تفاصيل عنها. بالنسبة لنا الله يسلمك في مؤسسة حمد، تم الإعداد لهذه الخدمة الأسبوع الماضي. تم تكوين فريق من أطباء استقبال، بحيث أن لما تجي المكالمة يستقبلون مكالمة المريض، يتم يأخذون بعض المعلومات عنه وتاريخه المرضي، وبناء على المحادثة يحددون التخصص اللي راح يحولونه عليه. وفي تقريبا حوالي يعني مجموعة من الأطباء الاختصاصيين والاستشاريين في مركز الاتصالات الاستشارات العاجلة، بحيث يتم يحولونه على حسب التخصص. ممتاز، ممتاز. طيب، لو نتكلم أيضا عن خدمة أيضا أنتم تقدمونها، ولا هي خدمة الإجازات المرضية عن بعد؟ خدمة الإجازات المرضية بدأت بعد بالضبط خلال هالأسبوع هذا، بحيث أن المريض لو احتاج إجازة مرضية بعد ما يتحدث مع الطبيب، الآن موجودة هي في المراكز الصحية، بعد ما يشوف الطبيب ويشوف أنه يستحق إجازة ممكن يبعثها له عن طريق البريد الإلكتروني. نعم. طيب دكتور، أيضا خلنا نتكلم عن إحدى الخدمات اللي تقدمونها، ولا هي خدمة توصيل الدواء إلى المنزل لمنع انتشار هذا المرض، وأيضا جرعات الوقاية عنها. خلنا نتكلم عن هذه الخدمة وأيضا أهميتها. بالضبط، هذه الله يسلمك الخدمة تجي مع الخدمات الأخرى، بحيث أنه قدر المستطاع نخلي المريض يجلس في البيت ونجنبه خروجه من البيت وحضوره للمستشفى. طبعا الخدمة هذه بالتعاون مع بريد قطر، صحيح؟ بالضبط، بالضبط. فالخدمة هذه بدأت، يعني أعتقد إحنا بدأنا يوم الأحد، سألتم اليوم تقريبا تم توصيل يوم الاثنين أكثر من 560 وصفة طبية. نعم. والعدد في ازدياد،
وبإذن الله إن شاء الله في القريب العاجل راح توصل للجميع، أي مريض سواء قطري أو غير قطري راح توصل الأدوية للبيت. وبالمناسبة للغير قطريين لن تتم إضافة رسوم إضافية، هي الرسوم العادية اللي كان يدفعها في الصيدلية. الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك، ونشكركم على هذه شادد على هذه النقطة، ألا وهي أخواننا المقيمين طبعاً، أنتم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، ولذلك الخدمة اللي تقدم قاعد تقدم للجميع بنفس الرسوم اللي كنت تقدمها حين لزيارتك للمركز الصحي نفسه مثل ما ذكر الدكتور. الدكتور بس بشكل سريع إذا عادك موجود معنا نذكر بمواقيت تفعيل هذه الخدمات أو الاتصال. بالنسبة للاستشارات العاجلة في مؤسسة حمد من 7 صباحا لغاية 10 ليلا طوال أيام الأسبوع، 7 أيام بالأسبوع من 7 إلى 10 بالليل. ممتاز. نعم بالضبط. وبالنسبة للمراكز الصحية من 7 إلى 11 بالليل بعد طوال أيام الأسبوع. بالنسبة لخدمة توصيل الأدوية هي فقط في الدوام الرسمي من 7 إلى 3 من الأحد للخميس. بيض الله وجهكم، وطبعا رقم التواصل 1-6-3-0 اللي حاب يستفيد من هذه الخدمات. دكتور خالد الرميحي استشاري جراحة الكلى المشرف على خدمة الاستشارة العاجلة مؤسسة حمد الطبية، شكرا لك وشكرا لجميع القائمين على هذه الجهود، ونسأل الله تعالى الشفاء لمرضانا وأيضا ما يشوف شر الجميع رب العالمين. شكرا لك دكتور، وبيض الله وجهكم على هالجهود الطيبة. الله يعطيك العافية دكتور. مشاهدين الكرام قبل لا نستمر في حلقتنا، أخواني الخدمات هذه ما وضعت إلا لكم وما وضعت إلا للضرورة القصوى وما يمر فيه البلد من حجر منزلي وحجر صحي وغيره. هذا ندلدل على خطورة هذا الموضوع، أنتم عارفين هذا المرض خطير جدا وقاعد ينتشر بشكل كبير، فلذلك أتمنى من جميع الناس الاستفادة من هذه الخدمات وعدم اللجوء إلى المراكز الصحية إلا للضرورة القصوى، لذلك أتمنى من الجميع تقدير هذه الخدمات اللي تقدم وأيضا اتباعها. مشاهدين الكرام أظهرت دراسات أجرتها كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية عن أسباب فقدان الشخص المصاب بفيروس كورونا حاسة الشم عندما تبدأ أعراض المرض. في ضوء الدراسات العلمية والمختبرية المستمرة حول فيروس كورونا، شرح خبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية والجمعية الملكية البريطانية للطب لماذا الفقدان الجزئي لحاستي الشم والذوق لدى المصابين بفيروس كورونا هما من بين الأعراض غير النمطية لكوفيد-19. حيث أكد الباحثون أن المصابين بهذا الفيروس يفقدون تدريجياً الإحساس بالروائح وكذلك تذوق الطعم في أعراض غير عادية وغير نمطية للمرض الذي يتسبب به كورونا المستجد، وهذه الظواهر الغريبة بحاجة لدراسة معمقة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها لا تستطيع حتى الآن التأكيد بثقة كاملة أن ظهور هذه الأعراض يشكل دليلاً ساطعاً على وجود المرض الذي ينتج عن الإصابة بفيروس كورونا. وأظهرت الدراسات التي أجريت على البشر والفئران والقرود أن خلايا معينة في تجويف الأنف تخفي البروتينات عن الفيروس، وهذا ما يشكل الشرط اللازم لاختراق الفيروس للجسم ودخوله إليه ومن ثم إصابة الرئتين بالالتهابات. وتؤدي إصابة هذه الخلايا وفقاً للعلماء إلى انتشار كوفيد-19 وظهور الأعراض المرتبطة بفقدان الإحساس بالروائح وبتذوق الطعم. ويعتقد العلماء أيضاً أن إصابة الفيروس لخلايا النسيج التواصلية في الأنف يمكن أن تساهم في نشر العدوى بالجسم. للأسف مشاهدينا الكرام لا يزال تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 هو الشغل الشاغل للعلماء والباحثين حول العالم، وذلك بهدف كشف طبيعة هذا الفيروس ومعرفة كيفية التصدي له والحماية منه. في التقرير التالي نستعرض مشاهدينا الكرام أحدث هذه الدراسات اللي موجودة مشاهدينا الكرام، تابع هذا التقرير.
البحوث والاختبارات حول فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 تتواصل وبوتيرة متسارعة في مختلف دول العالم للوصول إلى فهم أكثر لطبيعة هذا الفيروس الذي عطل العديد من أوجه الحياة حول العالم. ومن أحدث هذه البحوث والدراسات هي تلك التي قام بها علماء الصينيون في جامعة هونغ كونغ، واكتشفوا من خلالها درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا المستجد بشكل خاص. وبحسب دراسة التي نشرت في موقع ميدريكسيف الطبي المتخصص، فإن هذا الفيروس التاجي يبقى مستقراً للغاية لفترة طويلة عند درجة حرارة تبلغ حوالي 4 درجات بغياب أي تطهير له، ونشاطه لا يبدأ في الانخفاض إلا بعد 14 يوماً. واكتشف العلماء أيضاً أن المدة التي يمكن أن يظل فيها الفيروس التاجي صامداً على سطح الأجسام المختلفة، حيث يبقى على الورق لمدة 3 ساعات وعلى الملابس والخشب المعالج لمدة 2 يوم، ويعيش على الزجاج حتى 4 أيام. ولاحظ العلماء أن الفيروس يمكن أن يستقر على السطح الخارجي للأقنعة الطبية لمدة تصل إلى 7 أيام، ودعوا إلى تطهيرها الشامل. وبذلك مشاهدينا الكرام نكون وصلنا نهاية هذه الحلقة من برنامجكم ترحيب. لاقتراحات أو استفسارات للتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم التواصل عبر بريد برنامج ترحيب الإلكتروني، أو متابعتنا والمشاركة عن طريق حساباتنا على الفيسبوك وتويتر والإنستغرام والسناب شات. نرحب باقتراحاتكم واستفساراتكم، وفي أمان الله.